الرحمن الرحيم. اليوم أول ماي عيد الشغل، هذه المناسبة نحيي جميع عمال الجزائر عامة وعمال بريد الجزائر بصفة خاصة وولاية عين التيموشن. هنا اليوم غادي إن شاء الله نحضروا منافسة المشي لسعات البريد، وهي منافسة قديمة إن شاء الله غادي تكون على مستوى القطر الجزائري، متكلفة بها مديرية تشرف عليها المديرية العامة لبريد الجزائر، وغادي يكون إن شاء الله تكريم لثلاثة الأوائل، وإن شاء الله تاني التكريمات لجميع سعات البريد، وإن شاء الله ما نسيناش متقاعدي البريد غادي تاني يتكرموا اليوم. ونشكر جميع رجال الإعلام ورجال الصحافة وبالأخص السيد مزادة رمضان، شكرا.